بس انا عايز اقول لكم حاجه كباتن بعد اذنكم. ايوه الشوط الثاني دي فرقه صغيره ماشي مظبوط دي الشوط الثاني معمول للخمسه اللي تحت السن ماشي يا كابتن ماشي. بمعنى ايه؟ بمعنى ان موسيماني بيشوف مين اللي هيجيبهم ويقيدهم تحت السن. صح. طريقه لعب دي لعيبه صغيرين وبيشوف قدرات وليس طريقه اللعب اللي هيلعب بيها. طيب انا ما بيطبقش. انا عايز اتكلم في نقطه دلوقتي معلش. انت فهمتني. انت هل بس دول لعيبه ناشئين في النادي الاهلي. معلش احنا برضو بص مختلف في حاجه بسيطه انا ان انت 17 18 سنه ممكن تلعب فريق اول. لازم تلعب لازم فريق اول. لازم. فريق. فانت بتتكلم على نوعيه لعيبه. لا مش لازم. حتى ولو كان يعني المميز منهم يا كابتن. المميز المميز من لعبنا كده لان 17 18 سنه دي بدري قوي دي بتحصل مع عدد محدود حصلت معانا كتير لا حصلت معانا كلنا كتير جينا احنا انا وهاني وعبد الجليل و 17 وقبلكم لا 19 ماشي 20 ماشي لكن 17 18 ما بتحصل 18 19 في اغلبيه 17 18 بتحصل في عدد محدود جدا في العالم كله على فكره مش على في مصر بس قدره فرقتك و 17 18 يعتبر لا. لسه ماشي. في مرحله كويس الفرقه اللي تحت الفريق مش الفريق الاول ولا ماشي. اللي تحته دي الفرقه اللي تحت كمان يعني بعد فرقتين الفريق الاول والفريق ال 20 سنه صح. وبعدين فريق 17 18 سنه مظبوط ده بيحصل في كل جيل واحد ولا اتنين لكن الفرقه كرامي كان كده وانا كنت كده ماشي بس بقى انا اقصد في الجيل كله هتلاقي عدد محدود هاني ممكن حصلت معاه انت حصلت معاك طاهر ابو زيد حصلت معاه في بعض اللعيبه كابتن زيزو زي ما كنت بسمع انه حصلت بس مش هتبقى في كل الناس يعني كويس دي. كابتن عادل هل انت يعني احنا بنتكلم بصفه عامه يعني هل انت مع المقوله اللي بتقول لازم فريق الشباب او الفريق اللي تحت الفريق الاول يلعب بنفس اسلوب الفريق الاول ده مش الفرقه دي بس ده القطاع كله القطاع كله كله يعني لازم كله أنا يغير انا مختلف على الاقل الفرقتين اللي تحت الفريق الاول يعني انا على الاقل على فريق 99 ايوه كان سلفت و2001 انا مختلف في الموضوع ده تملي يعني خلي عادل يقول وجهه نظر انا لسه ما اتكلمتش احنا عدينا بيها مرتين مرحلتين في النادي الاهلي المرحلة الأولانية مرحلة كورفر والمرحلة الثانية مرحلة مانو الجوزيه لما جينا طبقنا التكتيك بتاع مانو الجوزيه كله. كابتن عادل بس بعد إذنك هنوه عن حاجة إن الآن بتقام بالتزامن مع المباراة ديت مباراة كرة السلة بين الأهلي والمصرية للاتصالات ويتبقى دقيقتين على نهاية المباراة والنتيجة 62-50 لصالح النادي الأهلي دي من مباريات بطولة منطقة القاهرة لكرة السلة. اتفضل يا كابتن اقول لك ليه احنا بنطبقها في كله بس كله منين انت مش في مدرسه الكوره احنا بنتكلم فوق ال 15 سنه ماشي ليه يا كابتن لان انت ممكن يكون عندك لعيب عنده قدرات كويسه انت بتساعده للفرقه الاكبر كويس. زي ما انا كده كنت بساعد عربي بدر من 2001 الى 97 حلو. اربع سنين صح. فرق صح وده اللي انا بتكلم عليه ليه لان انت كنت بتقول لي انت اللي قلت دول لسه ناشئين لو بيلعبوا بنفس الاسلوب اللي بيلعب بيه موسيماني وزي ما قال الكابتن هاني انا بلعب ثلاثه يبقى لازم يبقى لازم الثلاثه دول ما يبقوش ساقطين قوي كده تمام الاثنين دول في اثنين على واحد يبقى الثالث ده هيرحل نفسه ويطلع قدام شويه انت بتتكلم كده يا كابتن في ايه؟ انت بتتكلم ان اهداف المباراه دي تكتيكيه الاهداف الشوط الثاني مش تكتيكي خالص اهداف الشوط الثاني مفضله لموسيماني على اللاعبين اللي هو عايز يقيدهم الخمسه اللي تحت السن فاهمني يا كابتن في لعيبه فريق اول انت عارف قوامهم كويس ولاعيبه محترفين وانت اشتريت منهم وجبت وعديت وانت عارف لعيبتك ونجومك ده نجومك في الاتحاد المصري عمل حاجه السنه دي ان في خمسه لعيبه من تحت السن من سن ال 99 هيبقوا مقيدين للفريق نفسه بس يكونوا مزبوط. من ولاد النادي صح انت فاهم فهو المباراه النهارده انا ما يهمنيش تكتيك قد ما يهمني ان انا اثبت على مين اللي هايده تحت السن علشان كده تلاقي التوليفه نفسها يعني مش بتاع التكتيك يعني ابعد عن دماغك ان في لعيبه ممكن هيستعين بيها موسيماني في الوقت القريب يعني من الناشئين دول مش هيقدر يستعين بيهم وما يقدرش اصلا انت راح تلعب كاس عالم للقارات وكاس العالم للانديه ورايح تلعب كاس سوبر افريقي وراح تلعب لي كاس يعني هتعمل حاجات كتير مش هتقدر تجيبهم اللي انا بتكلم عليه ايه يا كابتن الشوط الاولاني كان شوط اللعيبه والتحضير
الشوط الثاني كان شوط الخمسه اللي تحت السن. مش ما نتكلمش على تاكتكس في الوقت الحالي. انت لما تيجي ترسى عن اللعيبه دي اللي هيبقوا معاك، يمكن الحاجه الوحيده اللي في الشوط الثاني اللي بره الخمسه محمد محمود. محمد محمود بس. ويمكن احنا سمعنا ان محمد محمود ممكن يبقى فيه اعاره ما تعرفش يعني. وعندك كريم فؤاد اللي جبته، انت جايب كريم فؤاد، دول من اللي ممكن نتكلم عليهم ان هو تجهيزهم. طيب انت لكن التانيين انت بتقول لكل مباراه اهداف طبعا. يعني اشراك مجموعه كبيره من الناشئين الشوط الثاني ما كانش من ضمن اهداف موسيماني النار. لا ده اكبر هدف ليه شوفهم يعني. ده انا بتكلم على التقييم يا كابتن ايمن. في حاجه انا قلتها لك، في لائحه بتقول ان الاتحاد المصري لكره القدم بيقول ان في خمسه يبقوا تحت السن. هو بيشوف عينه هو علشان يقرر مين من الخمسه من الناشئين دي كلهم هينفع. ده هو كمان ممكن يعمل مباراه وديه وهيجيب مدربين الناشئين علشان يقولوا له مين اللي يطلع، وعنده لعيبه في اعارات رجعه زي عبد القادر وناس كتير راجعين، عاوز يحدد مين فيهم اللي هيتواجد مع الخمسه.